لا تزال مشكلة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتغلب على المشهد السياسي، خصوصا في ظل غياب الإدارة المشتركة في المناطق النفطية، الأمر الذي تبدي حكومة إقليم كردستان رفضها إليه. حكومة إقليم كردستان ردها كان واضح بأن هذا الموضوع مسيس ولا يمت للواقع بصلة، لا يمت للحقيقة بأي صلة. هذه المسألة من الواضح من الذي يقف وراءها ومن الذي يريد أن يستفيد من هذه المشاكل. كان هناك اتفاق في عام 2007 لحد تاريخ معين، إن لم يكن هناك أي قانون شامل للنفط والغاز على مستوى العراق فستكون الأفضلية لقانون الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، وسيكون أي ستكون الأفضلية للقانون الذي يشرع من إقليم كردستان. برلمان كردستان في عام 2007 شرع قانون النفط والغاز، وما زال هذا القانون مستمرا. الحل هو وجود قانون شامل للنفط والغاز يراعي الدستور، يراعي المادة 111 112 و115 من الدستور، وتغيير المحكمة الاتحادية على أساس الدستور وليس على أساس قانون بريمر، أي إصدار قانون خاص بالمحكمة الاتحادية يقع على عاتقه الفصل بين الأمور القضائية بين المحافظات والأقاليم ومؤسسات الدولة. تشريع قانون النفط والغاز هي أهم متطلبات المرحلة الحالية والتي يسعى إليها إقليم كردستان لمنع الفوضى التي يسعى البعض لافتعالها ضد حقوق الإقليم الدستورية بحسب مختصين. يوجد فراغ قانوني لعدم وجود قانون نافذ للنفط والغاز إلى الآن. المسودة اللي كانت جاهزة منذ العام 2007 لم يتم المصادق عليها وتصدر بشكل قانون، وهذه مفارقة لأن العراق هو بلد نفطي يعتمد بنسبة أكثر من 93% من اقتصاده على النفط. الاعتماد الوحيد الآن هو على عدد محدود من المواد الدستورية، هي المواد 111 112 و115، وهذه المواد الدستورية هي مواد مختصرة لا تكون كافية لتغطية كافة نشاطات الوزارات والمؤسسات المعنية بالنفط والغاز في العراق. ويبقى قانون النفط والغاز من أهم المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، على أمل أن يتفق الجانبان للحيلولة دون الدخول بأزمة سياسية أو اقتصادية جديدة. من أربيل، مصطفى السامرائي، قناة دجلة.